تمام. انا هدفع 50,000. يفتح الله. لا لا يا معلمه، لا مش كده، انا جيت ومش هحل كان لما اخد البضاعه. هو ده الكلام؟ لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام؟ وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير. خلاص، زي ما بيقولوا الناس، نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا، في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذه في بيته. يبقى 75,000. فين البضاعه؟ وانا اوريك البضاعه ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله، ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا أنا مشواري أبعد، أنا ساعتين عقبال ما أروح بولاق وأجيب البضاعة وأجي. بولاق؟ أنت مكمرة البضاعة في شقتك في بولاق؟ آه، أمال يعني هكمرها فين؟ أنا هخطف رجلي أروح لبولاق أجيب البضاعة وأجي، وانت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما اكلم رضا على المحمول، قال لي الفلوس موجوده هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي العشرة في المية، تمام؟ كده بقى تشرب القهوة يا ابن عمي. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة واقطرها لحد ما ترد المواطن. امين. حاضر يا معلم، اكلمك في كل محطه كمان. ماشي، سلام يا كبير. بالسلامه. هات مفتاح المكتب. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. سلام. حلقه عظمه. ايه، اطلع لابوك بقى عصام واساله القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دول الأرض. بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية؟ طفشانة بقالها شهور. أنت بتسأل عليها ليه؟ أنت ما تعرفش أختها فين؟ فتون؟ غلطانة بقالها يومين تلاتة. قول لي بس أنت عايز إيه وأنا أريحك. ريحني بس. شكرين يا سيدي. إيه التايه ده؟